أكد الأطباء على أهمية تناولها، فهي وجبة تعين المرأة على تحمل مشاق الصيام، ولذا أوصى بها رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. وتتجسد هذه البركة في أن هذه الوجبة تقوي الصائم وتنشطه وتهون عليه الصيام، خاصة مع طول ساعات الصيام التي تتزامن وفصل الصيف، حيث تصل ساعات الصيام إلى 16 ساعة. فالسحور وجبة رئيسية وضرورية كالإفطار تماما، كما أن تناول وجبة السحور في وقتها يمنع الإحساس بالجوع والعطش، وينشط تناول السحور الجهاز الهضمي ويحافظ على مستوى السكر في الدم فترة الصيام. يخص وجبة السحور وجبة يعني مستوى التغذية وجبة جدا مهمة، خاصة يعني فصل الصيف اليوم يعني ما ساعات الصيام ما طويلة. نقطتك مع تأخير السحور جدا مهم، لأن هذه أيام صيف طويلة وممكن تكون هناك عرضة للجفاف الجسم، هناك عرضة لانخفاض سكر الدم، لجانب عرضة هناك الإرهاق والجوع. وينصح في أغلب الأحيان أخذ الكسكس هو مع الوجبة يعني مثالية. وتختلف مكونات وجبة السحور من أسرة إلى أخرى تبعا لعاداتها الغذائية ولإمكانياتها المادية، لكن يفضل ألا يحتوي السحور على كمية كبيرة من السكر أو الملح، لأن السكر يبعث على الجوع والملح يبعث على العطش، لذا يجب اختيار ما سنأكله في وجبة السحور بعناية فائقة، فهذه الوجبة تستطيع أن تصمد في المعدة من 7 إلى 9 ساعات. في وجبة السحور كاين يفضلوا طعام، يحبوا طعام، وبارامون كاين يحبوا يكملوا زعما الماكله تاع الفطور تاعهم ياكلوها مع قهوه. ست قهوه بيان سور، احنا جينيرالمون كاين القهوه ست قهوه مع عندك بيان سور تاكل حاجه حلوه مع القهوه في السحور فوالا. وطعام ثاني طعام بالبن. شوفي انا جو با بوما بيرسونيلمون، انا نشرب قهوتي كي شغل بتي ديجوني في السحور، هدايا قهوة حليب وبريوش، واللي يحب يصحى بالطعام والزبيب وكاع يكون يحب يصحى. وعلى كل من يتهاون في تناول وجبة السحور ويكتفي بوجبة الإفطار أن يدرك بأنه يعرض جسمه للمشاكل الصحية، ففي السحور بركة.